عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحيحه؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، في صحه جيده ان شاء الله باذن الله. عندي هنا جبت لكم ان شاء الله باذن الله المسمن ديال التريد او الورقه ديال التريد. انا هنايا بغيت كميه كثيره، هنا درت 3 كيلو ونص ديال القمح، درت 3 كيلو فورس الدقيق الابيض، ودرت نص كيلو ديال القمح ان شاء الله باذن الله على بركه الله. هنا ما كنحتاجو والو، كنحتاجو غير مليحه، ونجمعوا العجين بالماء. الملحه حسب الذوق، ونجمعوا العجين بالماء ان شاء الله باذن الله. نقول لكم الطريقه ديال الطياب. المهم العجينه راه كلشي كيعرف يعجنها. نوريكم الطريقه ديال الطياب ان شاء الله باذن الله. نبداو على بركه الله، ندوبو ديك المليحة ونجمعو العجينة ديالنا. كيجي غزال، ولكن ضروري تخليوه يرتاح، يعني باش مرتاح أكثر وبزاف، يعني ساعة ساعة ونص، باش ما كيعطيكم الطوع وكيجي مسمن ديال التريد واعر، كيجي غزال وهشيش، يعني دغيا كيتقطع وكيجي لذيذ. المهم هي مليحه هنايا، صافي محتاجوش شي حاجه اخرى، الماء والملحه باش كنجمعو. كنجمعو عجينة بحال هكذا، كنبقاو نلكوها، نخليوها ترتاح شويه، نخبيوها بلاستيكه، نعاودو نرجعو نلكوها، نخليوها ترتاح ونقطعوها ونبداو نطيبو. نخليو عاوتاني ملي كنقطعوها نديروها دي بول صغار، كويرات صغار، على حسب كل واحد يديرها، على حسب المقلة اللي عنده، 50 غرام، 60 غرام، كانت المقلة كبيرة يدير حتى 80 غرام، ولكن ماكسيمو 50 غرام، إلا كانت ديك المقلة الوجدية الصغيرة المويان شوية، نديرو غير 40 غرام ولا 50 غرام في الكرة، ونقلبو المقلة، نطيبو على اللور ديال المقلة، نقلبو المقلة وندهنوها، ونطيبو على اللور ديالها. المهم انا نخلي العجينه ديالي نخبيها بلاستيكه ونخليها ترتاح، من بعد نعاود نرجع معكم ان شاء الله. انتما كندير لكم العجينه ديالنا تتولي ترتق. صافي كنخليوها ترتاح شويه ونقطعو الكويرات ديالنا ان شاء الله، نخبيوها في البلاستيكه ونخليوها ترتاح. انا هنا كنجيب الميزان ديالي، كنعبر واحد كويره صغيره اللي فيها 40 غرام، انا باغا ندير 60 غرام، صافي كنمشي هكذا وكنقرصهم بحال هكا ونخليهم يرتاحوا، من بعد عاد كنبدا الطياب. ها المسمنات ديالنا طرخاو، هانتوما يعني كيجيو رطيبين مطلوقين. انا نبدا دابا نطيب، ونبدا نورق ندهن سطح العمل بحال هكدا. هانتوما يعني بعد ما سخنات ليا المقلة ديالي مزيان، كنجيب المسمنة ديالي بحال هكدا، كنحاول نجبد ليها هاد الجناب ديالها، كناخد على ما طيب ليا هاديك المجن، كناخد وحدة أخرى كنغرقها حتى هي غير بشوية باش ما تقطش، هي راه كطوع وعاطية للطوع، غير حنا خصنا نغرقو بشوي حتى تبان لينا الخامة ديالنا منها، باش تهز ماشي مشكل، لا تقبل شي تخيبات صغيورين ماشي مشكل، غير ما تقبلش بزاف. كنقلب هادي ديالي اللي رميت، شفتوها كيفاش كتجي كتبوق وكتجي زويونه. كناخذ المليويه المسمنه، انا راه قاتلني الملاوي، المسمنه ديالي هكذا، كنحاول نجبدها بشويه باش ما تقطعش، كنبقى هكذا حتى كنكمل المسمن ديال التريد ديالي
نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو واضح وتجربوها ان شاء الله. اللي ما عندوش هذه المقله هذه يدير مقله وجديه ويدير ويقلبها ويطيب على الظهر ديالها، ما يطيبش على الوجه ديالها، طيب على الظهر ديالها. ثم قلب مسمنة بحال هكذا، كنبقى كندير وحده على وحده على وحده على وحده حتى كتقال ليا ما كنبقاش نقدر نقلب، عاد باش كنقص ونعاود نزيد. ديما وحده كتبقى في المقله بحال هكذا، كنمشيو انتوما تبان لنا شي بلاصه غليظه ولا شي حاجه كنجبدوها هكذا. راه ساهل وكيجي مزيان وكيجي يعني هشيش في ملي كيتسكا وداكشي كيجي زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوه ونتمنى لكم تفتكم ونتمنى لكم وضح ليكم ان شاء الله باذن الله. كنبقى هكا حتى كنكمل المسمن ديال الكوب ديالي ومن بعد نرجع معاكم. ها المسمن ديالنا ها هو بعد ما طاب، هانتوما شفتو يدي كتبان منو، هانتوما نتمنى تجربوه. شفتو كتجي وريقة وريقة، كيجي خفيف في نفس الوقت محمر شوية، كل واحد على حساب. كاين اللي كيبغي محمر بزاف، هانتوما راه باقي سخون. ونتمنى نكون فدتكم ونتمنى الفيديو يكون ان شاء الله واضح، والله يحفظكم والله يجازيكم بخير. ما تنساوش الاشتراك في القناه، اللي باقي ما تابوناتش تابونا وتضغط على الجرس، على الزر الاحمر وتفعل الجرس ولايك البنات. والله يجازيكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.